يا ابن اللعيبة، تلفتها كده ازاي؟ احنا لا بنلف ولا بندور يا عم غازي، احنا بنلقط طرف الخيط من العالم الأغبياء ونسيب لهم الحبل على الغارب، هم يقعدوا يلعبوا بيه لغايه ما يلفوه حوالين رقبتهم ويشنقوا نفسهم. ده انت كنت قاطر بقى الراجل اللي اسمه ربيع. طبعا الراجل ده كان فاكر انه اشتراني ما كملتوش بتوعه، وكمان كان فاكر نفسه الراجل الورم الجدع اللي خطف مني الموزه، سبته يلعب براحته لغايه ما ظبطها على الشعره وهوب ورحت ملبس كله في بعضه. انت هيتخاف منك. مع اللي يلعب ضدي بس، لما اللي يلعب معايا. بس بصراحه بقى في دي بالذات شابوه. ولسه ما شفتش حاجه. الطول ورا والمفاجات ياما، اصلي محسوبك بيموت في المفاجات. في بلاغ من السكان بيقولوا ان الشقه دي مشبوهه. طب ممكن يا فندم تغير هدومها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ كفايه فضايح. استرها يا رب علينا، استرها يا كريم. صدتينا واقفه كده ليه؟ بيتك خضتيني. معلش معلش انا اسفه. اسفه ايه ونيله ايه؟ انا هتجنن. بس يعني شايفاكي كده كفالة الشر واقفه رايحه جايه مش على بعضك يعني. هتجنن هتجنن يا هنادي. لا ما هو باين. بت انت هتسكتي ولا اقطع لك لسانك؟ خلاص خلاص اديني اتخرست اهو. بس هو في ايه يا ستي؟ البت سما ملهاش اي اثر وعمر ما بيردش على التليفون خالص. يوه وانت لسه جايه تاخدي بالك دلوقتي يا ست؟ ده الست سما بقالها ياما بتيجي متاخر وانت ولا حد على باله. يا نهارك اسود مخبيه عليا. بتقولي ايه؟ سما بتيجي متاخر؟ خلاص يا ستي يعني هي كلمه الحق. اصبري عليا. الو ايوه يا عمر انتوا فين؟ فين فين؟ ايه بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا نهار اسوح. طب انتوا فين دلوقتي؟ في القسم. يا لهوي. اه يا نار يا خالد القسم ده خلاص يا باريز قلبك ابيض وهي قلبها اصلا زي عمتها بنتي. بس بقى مش كده. ازاي يعني؟ اصل انا ما فوقش دمي الا اللي يكون قش وملح، ببقى عايزه كده امرش بايدي وانا كده مسنيني. خلاص يا بنتي كل حي بياخد نصيبه. اقصى الفساتين اللي بتلاقي معاه النسوان والبراطيل اللي بتداري وسخ البشر. خلاص خلاص ملخت ايديا. تعملي كده لصاحبتك؟ تفو. خلاص حرام عليكي. كفايه بقى يا غزال مش كده. كفايه كفايه اللي انا شفته من مصايب وفضايح. اه يا حبه عيني انت برضك اللي شفتيها من شويه. انا كان قلبي دليلي. ايوه انا كنت عارف ان الحكايه فيها ان قلبي دليلي. عملي فيها ليلى مراد. ما تلم الدور يا اخويا وتروح تنور قريبك. ايوه صح انت صح. عمر لازم يعرف. لا ارجوك يا عم حافظ مش عاوزه الموضوع ده يتفتح تاني ولا عايزه عمر يعرف. ايوه صح عمر مش لازم يعرف. ازاي يعني؟ لا ده لازم ينفتح وينفتح وينفتح والبنت دي دماغها تتفتح وتقرا قصاد عينه. يا سيدي ارحميني بقى ده انا جاي لحد عندكم عايز اقتلكم من تاني. عمر لازم يعرف يا لمار حتى لو مالكوش نصيب مع بعض. صح يا شيخ عرفان. انا هتصل بعمر دلوقتي اخليه يجي ونفهمه الموضوع. بتنتي ترزعين اهو لحد ما الدكتور يجي. يا جماعة مش كده. أنا لا عايزة عمر يجي ولا عايزاه يعرف أي حاجة. إحنا خلاص كل واحد راح لحاله. طالما هو صدق الكلام ده عني يبقى صعب إن إحنا نلتقي تاني. صح؟ ليش بتقولي كده يا لمار؟ عمر معذور وأنت مظلومة يا بنتي. وبعدين اللي عمله عمر ده علشان بيغير عليك؟ ما هو كمان كان عنده حق. مفيش راجل بتجري في عروق ونقطة دم يقبل بكده. أيوة صح أنت صح. من فضلكم ده قرار النهائي. لانك عمر بص ايه في البتاع اللي بيغني ده؟ اقفله. ده الانجليزي اللي انت بتحبه. بص
والمطرب اللي انت بتحبه. ايه كرهت الانجليزي اول الدرجه دي؟ كرهت الدنيا كلها. كل واحد عايز يفضل عايش لوحده مش عايز حد معاه. ملعون ابو الدنيا كلها يا فلان. ملعون ابو الدنيا. حاضر بص هقفله لك حاضر. وهشيله كمان اهو. ايه؟ هون على نفسك شويه، في ايه مالك؟ كلاب اتلمت واتفقت على الدبيحه. كلاب ايه وذبيحه ايه؟ يا بص دول 10 ازايز. ده احنا كنا بنشرب بالصندوقين ونكلم الشركه تجيب لنا عربيه نص نقل. انت ايه بقيت مهوى وكده ليه؟ عايزيني اقتل بريزة. ايه؟ تقتل بريزة؟ ليه؟ مش قلت لك الكلاب اتلمت على الدبيحة وعايزين يقتلوها؟ طب وانت ناوي على ايه؟ اشوفها بس. اشوفها تتلم عليها واقتلها انا، اخلص عليها بايديا الاثنين دول. ياما قلت لها قدامك يا فلان. حصل. قلت لها ما تخرجيش عن طوعي. وخرجت. ودي اخرتها بريد. بقول لك يا بص ما تفكك من ام الحوار ده بقى وتعال نشوف لقمة عيشنا. الحب اللي زينا يا صاحبي دباله. وانا عايز اقول لك حاجه بقى من زمان بس خايفه بتزعل مني. باريزا فكت منك من زمان قوي يا بص. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ باريزا تيجي عندي وتخفف الدنيا يا يالا. ده انا اللي عملها يا فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يعني فين يا باريزا؟ انا مش فاهم حضرتك احنا قاعدين بنعمل ايه تاني؟ ورقه الجواز وشفتها والشقه اتاكدت انها مش مشبوهه، في ايه تاني؟ هدي اعصابك يا دكتور، دي اجراءات. اجراءات ايه؟ جوزي ما ماتش موته طبيعيه، انا متاكده ان البت دي حد زقها عليه عشان تبوته. بت ايه يا ست انت؟ انا والمصحف ابدا، ده هي اللي جوزها طفش منها من كتر قرفها وزنها. من فضلك يا حضره الضابط، انا عارفه جوزي كويس، لا يمكن يعرف الاشكال دي. كلمه زياده وهتندمي على اللي بتقوليه ده. جرى ايه يا دكتور؟ ايه هتهددها قدامي؟ انت مش سامع كلامها المستفز؟ قدر ظروفها، انت راجل مثقف وفاهم. لو سمحت يا حضره الضابط، انا سايبه بنتي منهاره وتعبانه ولازم اطمن عليها. خلصني من فضلك. خلصك من ايه؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ لازم نشرح الجثه ونشوف سبب الوفاه. نخاف ونكش ونبعد عن كل حاجة. صفوة انت لازم تاكلي، ما ينفعش بعد ما تقدمنا كل ده ترجعينا من الأول تاني. حاولي معاها، حاولي تأكليها. حاضر. أعمل لك سندوتش؟ ها؟ بلاش. أقشر لك برتقانة؟ أقشر لك ها؟ ألو هكون فين يعني؟
في الشغل. يا لهوي يا لهوي عليك. طب يلا اقفل بقى لحسن حد يشوفني. يا لهوي مدام صفوة، ايه اللي عملتيه ده؟ الحقيني يا دكتورة، دكتورة الحقيني. سنة عمر، سنة ايه اللي حصل لك يا بنتي؟ ايه اللي حصل لك اللي جنبه هنا؟ شوية يلا بينا من هنا. احنا ناقصين يا ربي، ايه المصايب اللي عملتها؟ لو سمحتوا لو سمحتوا. انتوا عنكم انتوا عايزين كده مش فاهم دي على قد ما انتوا بقى. حضرتك تحبي تقولي ايه في موقف زي ده؟ انا دم جوزي مش هيروح حضر، والحكايه كلها لعبه سياسه رخيصه، والبنت دي حد زقها عليه، وانا متاكده الطب الشرعي هيقول كلامي. هو كان متجوزها فعلا؟ كده انا متاكده الورقه دي مزوره. امال هي ازاي خرجت؟ مؤقتا لحد نتيجه الطب الشرعي، وانا عارفه ان كلامي هيطلع صح. بس كل الشواهد بتقول انه مات بقرص في اجرى، ايه ردك؟ كده ده كلام فارغ عشان يشوهوا صورته. خش قدامي. الحمد لله على السلامه. كده برضو يا غازي كده تسيبنا؟ شفت ايه اللي جرالنا؟ تينا في ايه؟ في يا عمر انا عاوز اطمن. اطمن عليا يا غازي؟ اعتقد دي حاجه تخصنا احنا بس. بس الحاجه دي الناس كلها عرفتها، واللي حصل مش سهل انه يتدارى. ده الخبر مال النت. نت يا دي الفضيحه، ده المستشفى كلها بتتكلم، وانا اول ما عرفت جيت على هنا على طول. بس هو الموضوع ده حصل ازاي؟ والله ما نعرف حاجه. تينا مش عايز اسمع ولا كلمه في الموضوع ده. ما بيقولك الموضوع نزل على النت واتفضحنا في كل حته يا عمر. ما تقلقش يا عمر، انا عندي محامي كويس. غازي سبق وقلت لك قبل كده مالكش دعوه، علشان دي حاجه تخصنا احنا وبس. انا اسف يا عمر، كنت فاكر نفسي واحد منكم. إذنكم. غازي غازي في ايه يا عمر؟ غازي ما غلطش. ما تفوقي بقى وتشيلي الغشاوه دي من على عينيكي. ده بيتشافى فينا مش بيواسينا. بيتشافى فينا؟ ليه؟ ماله غازي ومال اللي حصل؟ روحي اساليه، روحي اساليه وعرف منين. والخبر اللي اتسرب على النت ده مين اللي سربه؟ الصحفيين اللي جم، مين اللي بعتهم، والتليفون اللي جالنا، مين اللي عمله؟ وتفكري كده في كل ده، تفكري يمكن تفوقي وتفهمي. يا عمر قد كده انت بتكره غازي؟ بكره غازي، امسك يا ابني مني المكان. حطيت؟ لا بس خلاص بس تعال يا اخويا. هاو ار يو بيبي؟ بيبي؟ ايه بيبي دي؟ بيقول لك يعني زي الحال يعني. الله يسلمك يا اخويا. انت هو انت تشتغلي هنا بوابه؟ ايه تشتغلي دي يا جدع انت؟ اهي انا مغاوري راجل. اسمع اشتغل يا عم. تشتغل ولا تشتغل كلها بباب بتتفتح وتتقفل. على فكره انا بشبع عليك يا جدع انت، انا شفتك قبل كده. والله شفتك قبل كده. شفتك فين؟ هنا؟ مين انا؟ ايوه انا متاكد. بص اللي يدخل في دماغ مغاوري لا يمكن ينساه تاني ابدا. شفتك بالجل ده واللبس ده؟ لا لا دي التاني كان مرحله اولى. ايه مرحلة أولى ومرحلة ثانية دي؟ مترو الأنفاق دي ولا ايه؟ فلانك قوم بص جيف هيم سيجرت. طيب يا سيدي ياخد عدوين. متشكرين كمان. ويل ايه؟ احبس بقى كوباية الشاي اللطيفة اللي أنت كنت بتعملها دي. دي لسه
ربنا يخليك. قول لنا ست غزال فين؟ مرات الاستاذ حافظ، اصل احنا يعني مالهاش غيرنا، احنا عيلتها وقلبنا كده متوغوش عليها، بقى لها فتره مختفيه، فاحنا ندخل على طول نطمن عليها. لا تعالى هنا، رايح فين؟ هو عم غوري بس القصد من الكلام ده ان احنا عايزين نطمن عليها مش اكتر يعني. طب طالما عايزين تطمنوا وانتوا اهلها، يعني كلام في سركم، الست الكبيره ترضيتهم؟ ترضيتهم ايه؟ فلانك عمر، بص خد منه السيجاره. ليه كده؟ ما تعرفش راحوا فين؟ لا والله يا سيدنا الله اعلم، بس اللي انا اعرفه ان الدكتور عمر لا يمكن يستغنى عن عمه سحافظ ابدا، الا لازم ان يرجع. شكرا اخويا. العفو يا حبيبي، ما تقعدش تشربوا حاجه، تعال شربوا تي. ثانك يو بيبي. فلانك عمر، بص ترجم له انا قلت ايه واديله سيجاره تاني. بيبي ايه بيبي دي؟ بيقول لك يعني احنا مبسوطين بمعرفتك يعني. الله يخليك يا اخويا، مع الف بيبي. مين دول؟ ايه اللي انت بتقوليه ده انت كمان؟ من فضلك يا غازي رد عليا، انت ليك يد في اي حاجه من اللي بتحصل دي؟ وانا مالي انا بكل ده؟ انت عايزه تشايليني انا بلاوي اختك وخيبه اخوكي؟ من فضلك ما تتكلمش عنهم بالطريقه دي. خلاص يا ستي ما غلطناش في البخاري. لا استنى، انت هتسيبني وتنام؟ احنا لسه ما خلصناش كلام. تينا مالك يا حبيبتي؟ دي مشكله اختك مأثره عليكي قوي كده؟ معلش انا عارف انها مشكله كبيره، بس انت برضو مش صغيره. أقصد يعني إنك ست عاقلة وناضجة وتعرفي تقدري الأمور. أنا خلاص بقيت اتلخبطت على الآخر، مش فاهمة إيه اللي بيحصل حواليا. هشام طيبة وقلبك أبيض، ملوش لا في كره ولا حقد، ضيعت عمرك عليهم لغاية ما تحولت تضحيتك دي لحق مكتسب. بقى مش من حقك بقى انك تعيشي وتحبي وتتجوزي. عرفتي عمر بيكرهني ليه؟ انا بحبك يا تينا، مستعد احارب الكل عشانك. ما انت لسه بتحبيه، ليش بتعندي روحك؟ انا لا بحب ولا بعاند، انا كده كويسه يا ابوي. يا بنتي انت ما دقتيش طعم النوم، ايش كان فيها لو كنا جبناه وتحدثنا معاه وصححنا الصوره اللي فهمها غلط؟ وحياتك يا ابوي، مش عاوزه اتكلم في الحكايه دي تاني، عايزه الم اللي باقي مني، كفايه قوي اللي انكسر وباص. لا حول ولا قوه الا بالله. يا لمار يا بنتي، الحب كيف الشمس، تعنديها تحرقك، تهوديها تدفيك. سلم يا بنتي، ما تخليش كبريائك يدهسك. حب ايه بقى يا شيخ عرفان؟ سلمى عشرة عمري، وشفت ايش سوت فيا، ومتعب ابن عمي بيحبني، وشفت اذاني قد ايه، حتى عمر اللي كنت فاكراه بيحبني
بني آدم وجعني يا ابوي. وقفتك في الشباك هي اللي هتداويكي؟ اديني قاعدة ببص على الدنيا من بره، يمكن اشوف اللي ما شفتوش. أنا آسف. أنا عارفة إن أي كلام دلوقتي مش هيبقى لي معنى، بس والله العظيم ما كنتش أعرف إن كل ده هيحصل. أنت عارفة أنت عملتي إيه؟ عارفه. لا ما انتيش عارفه، ما انتيش عارفه، عشان انتي لو عارفه ما كنتيش عملتيه. انا طول عمري كنت بتحارب ولسه بتحارب وهفضل اتحارب، وشفت مصايب قد كده، انما عمري ما في حاجه كسرتني. جيتي انتي وكسرتيني. انا كنت تايهة، كنتش عارفة انا بعمل ايه، غلبني شطاني، كنت بدور على اي حاجة تعوضني اللي ناقصني. ناقصك؟ وانتي كان ناقصك ايه؟ ناقصني اب يحميني وياخدني في حضنه، طبطب عليا، يبقى ظهري. انت زي ما كنتش حارمني من حاجة، احلى لبس واحلى عيشة وفلوس، بس انا كنت عايز اب. انت ما قدرتش تعوضني الاحساس ده، مكنتش فاضيلي. ولما ابتديت احس بيا كنت انا خلاص اتعكيت في السكة اللي انا ماشية فيها. كنت قوليلي انت خدي حقك مني، بدل ما ترمي نفسك الرمية دي. انا كنت تايهة وكنتش شايفة، زي ما يكون مسحورة ولا معمول لي عمل. انا كنت بلطش. تعرف انت عملتي ايه؟ انت حرمتيني من اليوم اللي عشت عمري كله بستناه. كان نفسي الجديدة دي ألبسك فستان الفرح والطرح، كان نفسي أخدك في دراعي وأسلمك العريسة، كان نفسي أفرح بيكي وأنا أتدمع وأنا شايفك كبرتي وبقيتي عروسة. جيتي أنتي في لحظة طيش ومسحتي كل ده. عرفت انت عملتي فيها ايه يا مدام؟ حسيتش بنفسي وانا باخد السكينه، وما فوقتش لما شفت الدم مغرق ايدي. لقيت روحي بتروح مني، مش عارفه ايه اللي حصل بعد كده. عمر الانتحار ما كان حل لاي ازمه. انت بتعاقبي روحك، بتعذبيها، محملاها ذنب كل اللي حصل، مع ان مفيش حد اتاذى غيرك. احساسي بموت مرعب،
حسيتش منه لما قربت له، حسيت نفسي مقسومة اتنين، نص ميتة ونص خايفة. ليه كده بس يا صفوة؟ انتي رجعتينا كتير قوي لورا بعد ما كنا خلاص قربنا. احساس الموت مرعب. انسي الموت خالص، انتي دلوقتي عايشة وربنا نجاكي. نص ميتة ونص خايفة. ارتاحي يا صفو ارتاحي، وانا شوية كده وهعدي عليكي تاني. بطلي تفكير، ما تفكريش في اي حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. يا دكتور، الناس بره ابتدت تزهق وانا ما بقتش عارفه اقول لهم ايه. الغي كل الحجوزات يا هاني، مش قادر اشتغل. مالك يا دكتور؟ انا عمري ما شفت حضرتك كده. وبطل يا رغي بقى يا حنان، قلت الغي الحجوزات وخلاص. حاضر، انا اسفه. حنان تحت امرك يا دكتور. معلش يا بنتي ما تزعليش مني، انا بس عصب شوية مش في حالتي الطبيعية. أنا عمري ما زعل من حضرتك أبدا. طيب روحي اعتذري للناس. حاضر، بس بس إيه تاني؟ في واحد بره مستنيك وعايزك ضروري. هو يكون الراجل بتاع خد من الصغيرة حط في الكبيرة ده؟ لا لا لا، مش هو، واحد تاني خالص. ما قالش هو عايز إيه؟ قال لي إن هو عايزك في موضوع شخصي. أمرك. مساء الخير يا دكتور. انت اللي جابك هنا يا هلا؟ مش هطلع بره بدل ما اتجنن واقتلك. عندك حق تعمل اي حاجه، بس انا برجوك تسمعني. اسمع يلا، مش هخرج من هنا يلا. قبل ما تنفعل وتعمل اي حاجه انا جاي اعترف لك بالحقيقه. حقيقتي ايه؟ اسمعني الاول، بعد كده اعمل كل حاجه انت عايزها، صدقني مش هتندم. غالي
استنى يا غازي، هتمشي وتسيبنا في الظروف السوداء اللي احنا فيها دي؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا تينا؟ على الاقل تيجي معانا عشان اخوك يطردني قدام الناس. مش كفايه اللي حصل هنا؟ انت عايزاني نعيده تاني؟ انا عايزاك تكون جنبي، انا مرعوبه قوي على سما. طب ما انت معاكي اخوكي وعمك، يعني ما انتيش لوحدك. بعدين انت خايفه قوي كده ليه؟ كل الحكايه كلمتين وهترجعوا على طول. بعدين ما كلنا عارفين يعني الراجل مات ازاي وفضحته بقت بجلاجل. فضايح ايه؟ دول كانوا متجوزين. طب وحد قال غير كده؟ بس اكيد يعني خد له حبايه تقيله شويه جابت اجله. ما انت اصلك يا روحي ما بتقريش اللي بيتكتب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا غازي؟ انا عاوز اطمنك يا روحي، مفيش واحده بتتحبس عشان جوزها مات بحبايه. اطمني بقى. يلا انا لازم اروح اشوف شغلي. باي باي. ما تخافيش يا ستي، ان شاء الله هترجعوا مجبورين الخطر باذن الله. ان شاء الله. خش شوفيها خلصت ولا لسه. حاضر. يلا يا اخوانا بتعملوا ايه عندكم كده؟ هنتاخر. انا جاهزه. يلا يلا اما نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. هو عمر يلا فيه. وعمر كمان اهو. ما تخليك انت يا دينا، كفايه عم حافظ معانا. تفتكر هيجي لي قلب اسيب اختك في ظروف زي دي؟ يلا دي رايحك. عمر انا خايفه. يلا بقى لحسن كده هنتأخر. يلا ربنا معانا. كان في حد تاني معاكم في الشقه يا مدام سما؟ حد؟ حد مين؟ لا ما كانش في حد. هو في ايه بالظبط يا فندم؟ تقرير الطب الشرعي اثبت ان سبب الوفاه تسمم نتيجه اكله سمك ملوث بسم فران. ايه؟ انا كنت متاكده يا فندم من كده. انا قلت كده برضو. الحمد لله ربنا ظهر الحق. اسكتي من فضلك اسكتي. تسمم ايه يا فندم بسم فران؟ ايه؟ اكيد في حاجه غلط. للاسف يا دكتور التقرير واضح. مفيش قدامي غير توجيه الاتهام لمدام سما بقتل جوزها مع سبق الإصرار.